عرفتي الحل لهذا الشيء شنو هو؟ شنو هو؟ ديري ما كندير مع الناس اللي خدامه عندهم. شنو دايره؟ واحد الفقيه الله يعمرها دار. اها. الا قالوا عليه هيروشيما، هيروشيما ديال بصح، ما يمشي ما يجي مع السحور تبارك الله. هذا كيضرب بالنواوي. وشنو؟ ولكن خاصو الفلوس. الفلوس موجودين، ما كاينش مشكل. فلوس صحيح؟ بلاتي. فلوس موجودين وبغينا هاد الفلوس، فين هما؟ ايوا الحمد لله، كاين رزقنا. ماشي بحالك انت، شوف الخدامات كي دايرات. مالهم؟ المراه اللي معاونه الناس اللي خدامه عندهم الرقيه، تجيب لهم السحيره اللي يوسخوهم ويصاوبوا ليهم كل شيء، حتى حاجه ما كتدخل عليهم الفلوس والسعد اللي ما عند حتى شي واحد عندهم. وحنا ما عندنا، وحنا ما خصنا والو الحمد لله. شنو المشكل اللي كاين؟ خصنا والو. اويلي وليدي راه عندنا الجنون هنا. جنون؟ عندنا السحور هنا. ايه قالت لك عندنا بطايون ديال الجنون. راه واحد حدا الجيك. فين هو؟ حط عليه، حط عليه ما طيرش. الله يديك في فين هو؟ كنخاف من هذا الشيء، راه نقولها لكم انايا. هو بحق السحور كاين، انا عارف بان السحور كاين، وعباد الله كلشي كيامنوا بالسحور، ولكن كندور براسنا كنغمضوا عينا وكنقولوا راه ما كاينش. انا راه واحد خينا كنعرفوا مسؤول كبير. وكان ملي كيحيدوا البيرو ديالو كيلقاو شي 70 80 حجاب. 50 ديالو و20 اللي حلم ليه الموظفين. كاين اللي باغي الترقيه، كل واحد اش باغي. واحد خينا لقاو قاتل البش وخاشينوا ليه في الكونجيلاتور. راه مصيبه هذا الشيء ديال السحور. انا راه معاكم، ولكن الا بغيتو انا عندي الحل. شنو هو؟ عندي واحد الفقيه واعر. الكافر بالله يا الباندي، كتعرف الفقه وما كتيهاش ليا. اي ولكن انا ما حسبليش واش انت كتامني بهذا الشيء. كون كنعرفك كتفهمني بهذا الشيء كون شحال هادي جبتو. هذا الفقيه هو اللي عاود داك المنتخب اللي كتبع. كان واحد المنتخب صاحبي غادي تقدم الانتخابات ديال البرلمان. جلس معاه ثلاثه نهار كامل وما تيخطوا ليه، خطوا ليه، خطوا ليه، خطوا ليه، خطوا ليه، حتى سال الانتخابات وربح. لا خسر، حيت داك اللي مخاصم معاه داير سته. ايوا هذا ما فيدوش. ماشي ما فيدوش، راه سته. ولكن من بعد جبت لي واحد الفقيه واعر، دار له جوج حجابات، بخرو، خوى عليه شويه ديال الماء، شلو، رقاه، صيفطو، دابا راه تبارك الله شاد كرسي قداش نوايا. نقول لك انا، حيت هادشي دابا ديال خصك تكون تعرف شكون، حيت راه كاين فقيه وفقيه، راه كاين فقه، ولكن راه كاين فقه، هو تيبغي حبه. الفلوس موجودين، ما كاين مشكل، غير يقضي، ولكن انا ما نعطي حتى فرانك حتى نشوف البرهان. شوفي هذا اللي كنعرف انا، سنتيم ما غياخذوش من عندنا، سنتيم، انت كتقضى الغرض، ولكن بشرط. خص دليلات هي تكون موافقه. ايوا دليله غادي راه موافقه، مالها؟ راه كتشوف راسها ويلي هي ما كدوز لا راجل وليد واحد طلعت به من الدنيا، باش باقا خصها تعاود حياتها؟ علاش لا؟ ايوا صافي، اذا بدام هي موافقه انا اليوم في هذه العشيه غادي نجيب لكم الفقيه ويقضي لكم الغرض. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بقناه شتى تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شتى تحلى المشاهده. هذا أول قناة فنية بالمغرب.